الزين. انت ما بين تعبين وتبدلوا العناوين واختلت الموازين يا زين يا ولد الزين. الشر لابسته بملاك وفي كتبه متصدق صعب العمى كل القلوب ما بقتش بتفرق والضلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور والخير ضعيف زي الغريق وبقشة متعلق. الشر لابسته بملاك وفي كتبه متصدق صعب العمى كل القلوب بتفرق والضلمة والعتمة خلاص حلوا مكان النور والخير ضعيف زي الغريق وبقشة متعلق. الحق دايما الأحق والحق واضح لي والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما الأحق والحق واضح لي صح لازم تعمله لو حتى مش عاجب ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الصح لازم تعمله لو حتى مش عاجب ودعوة المظلوم سلاح من دعوته حاسب واثبت على السكة اليمين اثبت على الصالح لو حتى من كل البشر يا زين هتتحارب. الحق دايما الأحق والحق واضح لي والظلم والباطل كمان بينينهم لعنيك. الحق دايما واضح لي والظلم والباطل كمان بينهم لعنيك. وإن كنت حقيقي زين تعرف ما تختار مين وإن كنت حقيقي زين تعرف ما تختار مين يا زين. الحكومة دخلت الأرض يا أبوي. يعني إيه؟ يعني اللي حصل ومسكوا حد؟ الغفير يا ريس وهو كده وكده مش فاهم حاجة. والحاجة اللي فيه؟ ما لحقناش نطلعوها. إيه؟ أنتوا جايين على أهم مقبرة لقيناها وتقولوا ما عرفتوش تطلعوا اللي فيها؟ دي فيها كنوز يا حوش. ده اللي ضاب الكنوز تتمنى. أنا هتلر ما عرفش أحمي أرضي. أقول إيه للناس؟ إهدى يا بابا إهدى. اللي فيها موجود هنتصرف ونطلعوه. هروح فين يعني؟ إهدى المهم صحتك دلوقتي. إخبري بالصدفة أنا عارف مين اللي وراه. زين صالح الجناوي
مش ناوي يجيبها البر. وضع الاستعداد. ايه استعد. هزتك بالعدد. واحد. واحد. اثنين. اثنين. ثلاثة. ثلاثة. سريعة. انتبه. هزتك للداخل. دور. هزتك. سريعة. صف. بص. سريعة. انتبه. بص. تمام الطابور يا فندم. شكرا عماد. تفضل. تمام اتفضل. صباح الخير يا رجال. صباح الخير يا فندم. عاملين ايه يا رجال؟ تمام يا فندم. طبعا زي ما انتم عارفين عايشين بمبدا واحد ما بيتغيرش ما بيتجزعش، النصر او الشهاده. النصر او ليه؟ شهاده يا فندم. النصر او ليه؟ شهاده يا فندم. تمام يا رجال. حد عنده مشكله؟ طب حد عايز يشتكي من حاجه؟ تمام سيادتك يا فندم. تعالى لي بعد الطابور المكتب. تمام يا فندم. اتفضل يا عماد دور الطابور. تمام يا فندم. سريه. صف. بص. سريه. ايه انتبه. بص. قولي له هعوضها لك. هل ما قربت يا سر؟ What was taken from the land is irreplaceable. That was the most important site we worked on since we started this thing. اللي كان في الأرض ده مش هينفع يتعود، ودي كانت أهم مقبرة من ساعة ما بدأنا. قولي له اللي يجيب لك أحلى منها في قيمة كم يوم. What if somebody will bring something better within a few days? I don't want anything else. I want the money back and you're getting levied. أنا مش عايز حاجة تانية، أنا عايز فلوس وزيهم غرامة. غرامة ليه؟ هو اللي حصل ده بمزاجي؟ Why fine, it was not my fault. This is what we're offering. هو ده اللي عندنا. أنا ما عندي سيولة لكل دي. وهو ده اللي عندي. I'm afraid I cannot make it. I don't have a cash flow. It's not our business. ده مش موضوعنا. The money is in an embassy within a few days. لا فلوس ما رجعتش السفارة في خلال أيام. You're not going to be able to handle the consequences. حضرتك مش قد العواقب. قولي له. ما تقولولوش. وأنا هتصرف. أنا من جنة يا فندم. بابا راجل كبير في السن وأنا اللي بصرف على أمي وأخواتي. كنت محتاج بس بعد إذن سيادتك يا فندم أنزل إجازة عشان أشتغل وأساعد أهلي اللي مالهمش حد غيري. أنا عارف إنك من جنة وبلديات يا إسلام. أنت بتكذب يا بطل عشان تاخد إجازة؟ لا والله العظيم يا فندم ما بكذب، حتى أسأل زملاتي. ده أنا بنزل أشتغل عشان أمي. أمي يا فندم ابعد عنك الشر. تاخد كيماوي. عندها السرطان. ستك عارف ان الحاجات دي بتبقى محتاجه مصاريف، احنا ناس على كد حالنا. حوجه وحشه يا فندم. محتاج ايه تاني نقدر نساعدك فيها يا اسلام غير الاجازه؟ يلا روح لمساعد التعليم قول له ان انا صدقت لك العشر ايام. متشكر جدا يا فندم. يلا بسرعه ما تضيعش وقت. تمام يا فندم. لو احتجت اي حاجه تاني انت تعالى لي. تمام يا فندم. الواد شكله عارف وعاوز ياخد طربوه. ما انا لسه جاي للكلام ده. قبل ما ياخد طربوه يكون محصن، لانه عمر الكبير يقدر ينهي عمر الصغير. بس الصغير على كتفه نجوم. ان شاء الله يكون فوق النجوم نسر. طب وانت لما كلمت البهوات اصحابك والناس اللي لينا جوه قالوا لك ايه؟ كله هيخلص يا ولدي. كله هيخلص. ما اكدبش عليكم، مدام عليا حالتها خطيره. هي فائد بس للاسف الحاله مش مستقره. في امور لازم تتاخد النهارده قبل بكره عشان نقدر نعدي بيها من المرحله الخطيره دي. وبرزك ايه يا دكتور؟ فهمني من فضلك. يا دكتور احنا جاهزين، اي مستشفى في اي حته في العالم احنا جاهزين نوديها عشان تكمل علاجها. الوضع ده مش محتاج عمليه تزويق للكلام يا دكتور. حضراتكم لازم تعرفوا الحقيقه ان مدام عليا لازم تعمل عمليه بات رجليها الاثنين. ايه؟ يعني ايه بات عزيز تقطع رجليها الاثنين؟ لا طبعا. اكيد في حلول ثانيه يا دكتور، في حلول صح؟ للاسف مفيش اي حلول ثانيه.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اونكل. لحظه يا اونكل، يا اونكل لحظه. يا دكتور، يا دكتور، احنا لو سفرناه اي حته في العالم في اي مستشفى مش هيبقى في حل غير قطع الرجلين ده. على العموم يا جماعه الحاله حالتكم، وانتوا احرار، شوفوا اللي انتوا عايزينه واحنا تحت امركم. الحاله ما تستحملش تنقل لاي مكان تاني، واي مستشفى في اي مكان في العالم هيقولوا اللي احنا بنقوله. اللي انتوا شايفينه هعملوه. بس قبل اي حاجه، في اقرار لازم حضرتك وجوز مدام عليا تمضوا عليه. انت بتعملي ايه هنا يا بنت؟ بشم هوا. وحياه امك، كنت داخله اوضه سي مسعد اخد منها حاجه، لقيتك جوه، قلت يا بنت سيبيها يمكن بتقول كلمتين سر كده ولا كده، ما رضيتش ادخل. لا، ما كناش بنقوله كلام سر. يعني عادي لما الست امينه وسي هتلر يعرفوا ان انت كنت جوه؟ حست عينك تفتحي بقك بكلمه. يبقى الموضوع فيه اني. ايوه فيه ان. واحنا هنخلو مسعد بقى يقول لك على ان بالظبط. بلاها سي مسعد واست امينه وسي هتلر، الطيب احسن. والورقه اموميه احسن واحسن. طب حصليني جوه واحنا هندوك الورقه اموميه. بس خلي بالك، احنا ممكن نقلبهم عليكي ونطلعك بره البيت. واني نقدر. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. هو ايه اللي حصل؟ انا موجوعة. سلامتك، معلش يا حبيبتي. خليكي مستريحة. مرتاحة. اهدي نفسك. ولا 20 باك في زيهم اول ما اسمع خبره. تسلم يا ريس. شو خساره فيه؟ اهم حاجه تركز مليح، بعد ما تخلص تختفي. تختفي خالص. ما تقلقش يا ريس هتلر، هي يعني دي اول مره. عارف انها مش اول مره، بس قبل كده ما كانش هنا. تضربوا كل الناس عايزين يجملوه، وانا مش عايزهم يجملوه فيك، عشان لو جملوه فيك بعدين هيجملوه فيا. فهمت يا ضب؟ ياللي رفع راسنا قدام الخلايق كلنا، ياللي شلت الشيل عنا وكنت دايما قدها. ما تقومي ترقصي معانا ولا ما بتعرفيش ترقصي؟ ما انت عارفه زين وغيرتي محرج عليا ارقص وانا بالفستان ده. كل ده ليا احسن برضه. يلا يا ام، يلا يا خاله، يلا يا حبيبتي. مهما نديك من حياتنا، مهما نديك من حياتنا، ديون علينا بنسدها.
مش كتير قوي عننا عننا يا عمنا يا ظهرنا يا نور حياتنا كلنا يا عمنا يا ظهرنا عايش كتير قوي عننا راجل وطول عمرك ولا عقلك بيوزن شايل كتير قوي عندنا يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا انت السبب في ضحكتنا يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا عشانك الناس عليهم كلنا يوم القيامة غيرك زرع اللي تقصون في أهل وفي ناس ما حصلش منهم في النهاية غير الندم زرعتي فدد جدعنا هنعيش عليهم كلنا كلنا غيرك زرع اللي تقصون في أهل وفي ناس ما حصلش منهم في النهاية غير الندم يا عمنا يا نهرنا يا نور حياتنا كلنا يا عمنا يا نهرنا عايشين بحسك كلنا كلنا يا عزوتنا يا لمتنا يا فرحتنا فكوا الكلبشات واطلع بره يا رضا عمرك يا باشا مين اللي محرضك؟ محدش حرضني يا بي وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك وعزة جلالة اللي هقتلك بالراحة زين الواد هيموت في ايديك فقعد وعزة جلالة الله هقتلك من اللي حرضك اطلع يا بي اطلع بعتك تقتل مين؟ هقتلك يا بي مقابل ايه؟ 50,000 جنيه انا عارف ان مالكش صالح بحاجه وعارف انه بكاريك وحق مع هتلر مش معاك انت والله العظيم لو قلت الحقيقه لقى بجنبك تعرف ايه تاني
يا بيه انا كل اللي عرفته قلته لك. انا رجعت تاني هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو انا. تهمتك شروع في قتل، واقدر البسك ثلاث اربع تهم تانيين واقدر اطلعك منها. اقول لك جاي تحييني بفرحي، ضربت عيارين، رصاصه طلعت طايشه جت في العريس مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي ببطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. نرجع تاني وعز جلالة الله هقتلك وما اخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ اسالك سؤال اسهل، مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر يا بيه. أبعد خمس رجالة داخل الحجز وعرقهم. مش الخمس رجالة دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم؟ هم اللي شهدوا عليك ان انت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وانا برضو كنت مستغرب ان العيال سابت انا كلها وجايه تتخانق قدام الاسم. دول مخططين بقى. انت تسمع عني يا ضو، تعرف ان زين الجناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابه؟ اقول يا بيه، بس تضمن لي الامان يا بيه. اضمن لك الامان. رضا امرك يا باشا. خد ضوء على الحجز. امشي قدامك. امشي. عازي، براءتك جات لك لحد عندك. الحمد لله. ما بتردش على تليفونك ليه؟ دي ايه اللي جابك؟ جاي اعرف راسي من رجلي. واحد كنت متفقه معاه على جوازه فجأة اختفى. فجأة اختفى؟ تعرفيش انا اختفيت ليه مثلا؟ تقريش جرايد؟ تعرفيش ان انا مراتي عملت حادثة ورجلها الاتنين اتقطعوا؟ طب وانا مالي؟ وانا اللي كنت سايقلها. لا انت السبب. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا اللي كنت عرفت عليها واحده وقلت لها ان في بيني وبينها مشاكل واني هطلعها خلاص. وانا اللي كنت بقول عليها بني ادمه نكديه ومقرفه ومش طايقه ابص في وشها. اخرصي بقى، مش عايز اسمع صوتك، مش عايز اشوفك هنا تاني. انا معرفتي بيك هي اللي خليتها يحصل لها اللي حصل لها ده. لا مش هخلص، وهتسمع مني بدل الكلمه الف لحد ما افهم ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل فيه؟ انت مثلا كنت متخيله ان انا ممكن اتجوزك انت؟ ما تتجوزنيش ليه؟ عشان انت بنت شمال. عارفه يعني ايه شمال؟ ماشيه مع كل شباب مصر واحد واحد. فاكراني مش واخد بالي مثلا؟ ما دام انت شايفني كده يا روحي، عرفتني ليه؟ عشان غبي. غبي ومش مقدر البنت اللي كانت معايا. ولو سمحتي غوري. غوري! ايدي بره. اي مش عايز اشوفك هنا تاني. انا همشي بس عشان الحاله اللي انت فيها، لكن هرجع تاني ومش هسيبك غير لما تلاقي لي حل. دخول حياه ميريت سهل بس الخروج منها صعب جدا. غوري بقى. سامع؟ بره. عيل خرع يا ريس. ما قلنا الواد ده بتاعنا ومجربينه قبل كده. مجربينه مش مجربينه، ولبسنا في حيطة. عارف يقتله ولا عارف يهرب زي ما نوزين جرره. جينا لصدور صعدنا. طب وبعدين يا ابوي؟ لازم نتصرفوا مش هنقعد نتفرج كده. لا هنوصل للواد ده،
حد يخش له ويفهم. فتح خشمه علينا بنص كلمة رجبت أبوه وأمه تحت رجلينا. فتح خشمه باللي هقوله دلوقتي. صن حياته وحياته. جهزوا النفر اللي هيخش له. مش هنستنوا لما نلاقي زين بعساكره قدامنا. أوامرك يا بيه. تمام. شوف يا ولدي. الله الله. أدمنت فنجان القهوة من يدك. محدش بيعرف يعملهولك غيري. بقولك إيه يا حبيبي؟ أنا عايزة أسألك سؤال سألتهولك قبل كده مليون مرة، بس هو مهم جدا بالنسبة لي. خير. هو إحنا ليه ما بنروحش للدكتور تاني أو نعيد التحاليل؟ عشان أنا راضي بقدر ربنا. ما أنا كمان راضية والله، بس العقل بيقول إن إحنا نروح لدكتور تاني وتالت وما نيأسش أبدا. ونستفاد لما نروح لأكتر من دكتور. جايز حد فيهم يقول لنا على حاجة مختلفة أو يقول لنا على حل. أنت عارف إن الدكتور عياد أكبر دكتور في مصر وأكتر استشاري بيفهم في الموضوع ده، وقال إن مفيش أمل وأنا راضي بقضاء ربنا. هنستفاد من متاهة المستشفيات دي. أنا عارفة إن الدكتور عياد دكتور كبير وكل حاجة، بس ممكن يكون غلطان، الخطأ وارد. ليه مصرة تدوس على الجرح؟ ليه مصرة كل ما أنسى الموضوع ده تفكرني بيه؟ ليه مصرة تفكرني بعجزي؟ أنا والله ما أقصد يا حبيبي، أنا بس عايزة أبقى أم، نفسي أخلف منك. الحمد لله على كل شيء. أمي بعتلنا أكل حلو قوي. أكل زين. كويس دلوقتي؟ أنا الحمد لله بخير أحسن. يوسف أنا كنت عاوز أقول لك على حاجة ما عرفتش أقولها لك في المستشفى. خير قولي، إحنا في بيتنا. حاجك عليا يا يوسف. حاجك عليا ليه؟ عشان كل اللي حصل لك ده بسببي وبسبب أهلي. مش أنت المقصود يا يوسف، زين هو المقصود. ده أنا أسعد واحد في الدنيا دي. ده اللي حصل خلاني أعرف غلاوتي عندك قد إيه. ما قادرش اللي ضرب الرصاصة يضرب واحدة تانية في الدراع التاني عشان أعرف غلاوتي عندك أكتر وأكتر. الشر حبيبتي، أنا وزين زي الإخوات، والرصاصة اللي تيجي فيه كأنها جت فيا. أنت فديت أخويا يا يوسف. وفديكي وفدي زين ومزين وعيلتكم كلها كمان. بس لو كنت اتجوزت واحدة تانية ما كانش حصل لك كل ده. يا حبيبتي أنا لو ما كنتش شفتك ما كنتش اتجوزت. أنت حسنتي في الدنيا يا بنت. بس من غير بنت. واه مالك يا بنتي؟ فيك ايه؟ اول مره احس بالغربه دي من زين يا ماما، كانه بقى واحد تاني ما اعرفوش، بقى عصبي وحاسه انه ما بقاش يحبني زي الاول. ما بقاش يحبك زي الاول كيف يعني؟ في حاجات البنت بتتعود عليها من الراجل اللي حبته واختارته من بين كل الناس. الحاجات دي لما بيبطل يعملها بتحس بغربه، بتحس بقبضة في قلبها. زين ولدي بيحبك وما يستغناش عنك ابدا، بس الضغط العصبي ده. ما هو الضغط العصبي ده وتصرفاته الغريبه هي اللي مخلياني مستغرباه. انا مش عارفه ده شيطان فعلا ولا زين مخبي عني حاجه انا ما اعرفهاش. كل حاجه عن ولدي انت عارفاها. انا هقعد معاه وهيفضفض لي، حتى لو ما اتكلمش أنا برضك هعرف إيه. لا بلاش يا ماما، أرجوكي عشان خاطري بلاش تقولي له حاجة. ولا أقولك اللي أنت شايفاه صح أعمل إيه؟ بس عشان خاطري ولدي زين محتاج لك، ما تسيبوهوش وحدي. الواد قال على كل حاجة يا أبوي،
كل حاجة كيف؟ كل حاجة. موضوع زين وموضوع الحجز. يعني ما سمعش الكلام؟ لا. الله يرحمه. نقروا الفاتحة على روحه. روح اللي قبله وروح اللي بعده. والأيام خلتنا نشوف يعلم ربنا.